ايوه يا ليلى، يعني قدامك قد ايه؟ طب خلاص يا ليلى، خلاص خلاص، اوكي، يلا باي باي. اروى لو سمحتي خدي اخوكي ركبيه الباص. يعني ايه؟ هي ليلى مش جايه؟ اتاخرت في الطريق. وانا مالي انا النهارده يوم اجازتي، انا اي نيد تو ريلاكس. هو مش صغير يطلع يركب الباص لوحده؟ لا هو مش متعود على كده. اوكي يا ماما، بس لما ليلى دي تيجي لازم تديلها كلمتين. هي مش المفروض انها تتاخر على ميعادها اصلا. انا اكيد هعمل كده. يلا يا بيبي. انا مش بيبي. يلا. Have a good day. صباح الخير. صباح النور يا هشام. هشام. ها. انا بفكر ان احنا ننقل تميم من المدرسه اللي هو فيها دي السنه الجايه. ليه؟ تميم على طول في مشاكل وخناقات، وانا بصراحه ما بقاش عندي طاقه للحكايه دي. وانت ايه اللي يضمن لك ان المدرسه الجديده مش هيبقى فيها مشاكل برضه؟ هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنجرب. ايوه يا نانسي، بس دي ثالث مره ننقل الولد فيها وبرضه بنجرب ونشوف. وبعدين كثره التنقل بالنسبه له مش كويسه، ما بيلحقش يعمل اصحاب، ما بيلحقش يندمج معاهم. انا بصراحه بقى مش مستحمله الحكايه دي. وبعدين المدرسه دي كمان عقلهم صغير قوي، كل ما تحصل مشكله يبعتوا يستدعوني. معلش استحملي شويه. هي مش ليلى كانت كلمتك على حل الموضوع تمام؟ دي قاريه لها كتاب علم نفس وجايه تطبقه على الولد. هبسألها لما تيجي. هي مين دي اللي هتسألها وعلى ايه؟ ما انا بقول لك انه كلام فارغ. حبيبتي كنت لسه هكلمك يا شاري.